السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وباحسن حال. ورجعت لكم في فيديو جديد وتحدي جديد بدل التحدي اللي بوظناه في العيد. طبعا فيديو النهارده مكان الفيديو بتاع العيد، والمفروض يكون كمان مكان الفيديو اللي فات بس حصل ظروف اجلته. النهارده جيت لكم بيه خلاص، وقلت برده لازم اجيب لكم اصناف كتير عشان الفيديو يبقى جامد جدا. النهارده جبت اوردر من مطعم المن، طلبت كده صينيه فيها حاجات كتير قوي، فيها كفته وطرب وممبار وفراخ وسجق ورز، فيها حاجات كتير قوي. طلبت برده معاها طاجن بطاطس، وان شاء الله هيعجبكم. انا الوقت طلبته وهو جاي في الطريق، عبال لما يجي حبايبي كل ينزل يعمل لايك وشير وما تنساش تشترك في القناه. هو ده حبايبي كل الاوردر اللي معانا هنا صينيه من مطعم المام، ما صينيه المام واحد تقريبا، فيها فرخه مشويه ونص كيلو طرب وكفته وسجق وممبار رز بسمتي. طلبت هنا معاها ثانيه واحده عشان متغرق صلصه، طاجن بطاطس مش عارف من لكم ولا لا، معاها عيش وسلطات وعلب طحينه وبس ومعلق. نفتح الطحينه الاول كده ونظبط الدنيا. خلاص ظبطنا الحاجه حبايبي، خلينا نبدا. بس خلينا الاول نبدا التايمر عشان في حد دخل قال لي اعمل الفيديوهات تايم وكده. قناه اسمها يوميات مرام ومامه مرام، بعد كده هنعمل التحديات بتايم. بدانا التايم اهو. خلينا نبدا بالكفته عشان هي اكتر حاجه بتبين الحاجه حلوه ولا لا. هي الصينية طبعا كبيرة وكل حاجة، بس انا كنت يعني متخيلها اكبر من كده، وكمان المحل كان حاطط الصورة بتاعت الصينية على الصفحة كانت اكبر من كده، مش عارف بقى صغروها ولا ايه. ده شكل الكفتة. اكتر حاجه كفته في الصينيه. تتبيلتها حلوه قوي. ده اللي احلى حاجه في التحدي ده. خلينا نجرب السجق كده. حلو بس الكفته احلى منه كتير. تتبيلته غريبه. الطحينه بقى، الطحينه بتاعته حلوه. الصينية ديت تقريبا يعني كده 4 كيلو، 4 كيلو بالرز من غير الرز مش عارف، بس هي تقريبا يعني 4 كيلو. طرب، ده الطرب. شكله من جوه
تحفه. ده بقى ده جامد قوي. بطاطس شغالة وطاجن البطاطس دوت مش جوه التحدي، انا جايبه بس مكان الطاجن اللي كنت بوظته. ندوق الرز بتاعه. حلو. تتبيلته هادية وحلو. تعالوا الاول نخلص من السجق والطرب عشان لما بيبردوا بيجلدوا جامد. حط لقمة في العيش فين في الطحينة. ان ربنا وعدني بالزلط في الاكل. الاكل حادق شوية سنة، التتبيلة بتاعت الحاجات حادقة سنة. وده الممبار انا ما بحبوش قوي بس هجربه. جلد طبعا قوي. ما بحسش ليه طعم. مش عنده هو بس، عند اي حد بجربه وبحس انه ملوش طعم. مش عارف ليه ماليش تقل عليه قوي. يلا نجرب طاجن البطاطس. تاني كده حاسس ان باكل كشري مش عارف ليه. حلو ومختلف غريب، طعمه زي الكشري بالظبط. الصلصه تقريبا اللي حاططها جوه ديت شبه بتاعت الكشري بس حلو جديد. حاطط فيها فلفل الوان برضه. حلو. فرخ حجمها حلو. يعني ده نص فرخة كده. حاسسها بس متحروقة سنة. بس مستوية حلو. جامدة أوي دي.
فصفصتها هي تخلينا بقى ناكلها. هي مش كبيرة قوي برضو الفراخ يعني، مش اللي هي ممكن الفرخة 2 كيلو ولا حاجة. هما كاتبين برضه على الصفحة ان الرز اللي محطوط فيها كف 4 أو 5 أفراد، فهو مش كتير قوي برضه. الصينية دي تمنها تقريبا 310، 310 الصينية بالسلطة وطحينة وعيش. الطاجن ده لوحده يعني بسعر تاني. ناشفة سين ناشفة سيكة الفراخ. خلصت الاثنين لتر وانا قاعد. نرمي دي على اي جنب كده وناكل بالمعلقه بتاعتنا. عشان نخلص بس. البطاطس طبعا مش في التحدي، مش كتير اساسا، بس ما ينفعش تتاكل غير وهي سخنه. اعمل ايه طيب فيها؟ اخر معلقة من الرز. اكل خفيف حلو، مش اللي هو تقيل الكلمة، لا خفيف حلو. الرز بالظبط اللي حاطينه 8 معالق من المعلقة اللي هي الكبيرة دي مليانة، اللي هو عادي انا ممكن اكلها، ممكن اكلهم. صباعين كفتة والممبار. الممبار مش شكله بصراحة عشان مش عاجبني اوي، ما بحبوش اساسا. المخلل بتاعه جميل. شيل العرق من فوق عشان اوريكم الطبق. بحب الطحين قوي. خلصت.
فاضي زي ما انتم شايفين الطبق. بطاطس بره التحدي. بس خلصت كل حاجه. رجعت لكم حبايبي وعايز اقول لكم اللي انا عملت حركه غبيه قوي اللي انا نسيت اوقف التايم اساسا اول ما خلصت. شفت الموبايل وانا بنضف الترابيزه يعني كان عدى 5 دقائق كده ولا حاجه تقريبا يعني خلصت في 25 دقيقه تقريبا 25 دقيقه دوت بعد كمان بعد ما سبته يعني ممكن اكون خلصت في 21 دقيقه او حاجه زي كده. بس كده حبايبي هقول لكم ملخص تجربتي النهارده. الاكل كان تحفه. الكفته جامده. الطرب جامد قوي برده. سجق مش قوي. تتبيلته غريبه. فراخ تحفه بس كانت ناشفه سنه. الممبار زي ما قلت لكم انا مش هحكم عليه لاني اساسا ما بحبوش. رز حلو. البطاطس حلوه ومختلفه. الطحينه حلوه. كل حاجه حلوه. صينيه سعرها 310 مع السلطات والطحينه والعيش. طاجن البطاطس ب 60 او ب 55 حاجه زي كده. بس لو عايزين اسيب لكم لينك مطعم المام اللي انا جايب منه الحاجه قولوا لي عشان اسيبه لكم. انا حابب اشكر كل الناس اللي بتخش تعمل لي كومنتات ولايكات على الفيديوهات. ربنا يخليكم. بس كده وصلنا لهذا الفيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. انا معكم عمر عماد. السلام.